الناس يعرفوا بان هذه المرحله الثانيه مقلقه شويه في اقليم الرشيديه. كما عرفنا بانه المرحله الاولى دازت الحمد لله بخير، وحنا تقريبا 3 شهور كل شي حاجه، وحنا ما عندنا ما تسجلت حتى شي حالات تقريبا العيد الكبير، وتسجلوا لنا تقريبا حالات كثيره، تنقول حالات كثيره، وفي جميع اقليم الرشيديه، بالميما، في تنجداد، في الجرف، في ارفود، في الريصاني، وفي المركز ديال الرشيديه حتى هي حالات كثيره، وجميع الاقليم. كما تنعرفوا ان الاقليم تسجلت فيه تقريبا جميع في جميع الاماكن تسجلت فيه هاد كورونا. الحالات من طبيعه الحال توصلنا تقريبا تينعس دابا في السبيطار تقريبا هو 35 حاله، فيهم تقريبا 2 الحالات حرجه وجوج وفيات. اللي شفنا في هذه المرحله الثانيه انه الوفيات كثر شي شويه على بالمقارنه مع المرحله الاولى. اذا هذا تنشوفوا لان هذا الشيء كله تراخي ديال المواطنين، ما بقاش تيحترموا الاحتياطات اللازمه اللي هي ديما تترجع للمواطن. كما تتشوفوا ان السلطات المعنيه المحليه والصحيه والتقنيه تتقوم بجميع المجهودات الجباره باش نحدوا من هذا الانتشار هذا ديال هذا الميكروب هذا، ولكن تنشوفوا بان المواطنين ما تيحترموش هذه الامور هذا. شنو هي الرسائل اللي بغيتوا توصلوا للمواطنين من خلال هذه الحملات؟ شكرا الاخ، لان كما قلنا هذه غير بغينا، لان الحملات على طول الاسبوع تتكون يوميا، وهذا غير بغينا نكونوا نعاودوا نفكروا المواطنين باش نقول لهم ان دوك ان الميكروب ان الفيروس موجود، يحيدوا دوك الاشاعات اللي تيقولوا راه الميكروب ما كاينش. اذا هذه الحمله كبرناها شي شويه على غرار الحملات الاخرين باش نقول للمواطنين انه راه الفيروس راه موجود، لان كاين بعض الاشاعات اللي تيقول لك ما بقى فيروس ما بقى والو. والدليل غادي نعطيهم واحد الرقم، ان في مده 7 ايام 8 ايام راه 14 واحد اللي مات في الاقليم الرشيديه بالكوفيد، وهذا راه رساله للناس كاملين باش ياخذوا الاحتياطات اللازمه باش يحاولوا ما امكن ما يتشدوش ما يتقيسوش بالمرض وما تقيسوش العائله ديالهم والمواطن كذلك في الشارع. من هنا غادي نجي الاحتياطات اللازمه اللي تنقول للمواطن ديما، ان الكره عند المواطن، الكره دائما عند المواطن باش نحاولوا ما امكن نتفاداو هذه الامراض وهذا المرض الخطير اللي مازال ما معروفش عليه بزاف الحوايج. اللي تنقولوا ان 4 الحوايج ما كاينينش الخمسه. إذا الكمامة كما تنعرفوا الإخوة كلشي الكمامة، أشنو هذا الدور الكمامة؟ إنسان اللي مريض ما تيخرجش الميكرو، إنسان اللي ما مريضش ما تيدخلش الميكرو، إذا راه محمي تقريبا واحد 100% إلا دار الكمامة في ظروف جيدة، والكمامة ما تكونش قديمة ما تكونش مغسولة ما تكونش هذا. ثانيا عندنا اليدين أسهل حاجة، ما قلنا لكش غسلهم بلا الكول ولا بهذا، غسل بالصابون عادي يديك مدة 20 حتى 40 ثانية وغسل يديك فيما قصتي شي حاجة، غسل يديك ولو بالماء والصابون، راه هذا تقريبا تيبعد عليك الميكروب تقريبا 100%. ثالثا الابتعاد عن الناس، وبالخصوص هذا الصيف تلاحظوا ان الاعراس تيكونوا، تلاحظوا الجنازات تيكونوا، الافراح تيكونوا، السبوع تيكون. اذا هذا المواطن تنقول ليه انا شخصيا اللي لاحظنا في هذه البؤر هذو انه يبتعد ما امكن على هذه التجمعات، لان راه غادي يمشي ياكل مزيان الزرده ويرجع يجمع الفيروس، راه ما كلا والو غادي يسقوا العائله، وراه تنشوفوا عائلات كاملين راه 16 واحد في العائله كلهم تقاسوا. اذا الناس المواطنين الله يخليكم ردوا البال، راه احتياطات سهله ومرنه. وثانيا تنقولوا مثلا انه الانسان كما قلنا دائما يدير الاحتياطات ديالو، يبتعد عن الناس ما امكن، يبتعد عن التجمعات ديالو، يغسل يديه، هذه حاجه. ونأكد مرات اخرى ان الفيروس راه موجود بقوه، راه رجع لنا بقوة، راه داكشي اللي تسجل في المرحلة الثانية دابا راه تسجلت 10 المرات داكشي اللي تسجل في المرة، مع زيد على ذلك الوفيات، راه كل نهار عندنا وفاة حتى 2 وفيات اللي زعما دائما راه نقص الخطر كاين، وعلى المواطنين باش يردوا البال ويعيوا راسهم ويعيوا ولادهم باش نتفاداو هذه المرحلة إن شاء الله تدوز بخير وعلى خير في أحسن الظروف. وشكرا. المجتمع المدني هنا بمدينة الرشيدية كباقي يعني مكونات المجتمع المدني بالمغرب تيقوم بالواجب ديالو جانب السلطات المحلية، والحمد لله اليوم يعني المجتمع المدني دي 5 شهور من بداية الجائحة
وحنا تنقوموا بالعمليه ديال التوعيه والتحسيس، واليوم محطه اخرى من المحطه ديال التوعيه والتحسيس، خصوصا ان الحالات بجهه درعا تافيلات للاسف تتزايد كل يوم، وللاسف الوفيات كذلك نجد ارقاما دائما في كل يوم. الحمد لله اليوم الدور ديال المجتمع المدني بان بواحد القوه، بقى الدور ديال المواطنين الساكنه والزوار باش انهم ينخرطوا معنا في هذا العمل هذا الى جانب كذلك السلطات، ويديروا الوقايه ديالهم، الكمامه والتباعد الاجتماعي، ويديروا التعقيم ديالهم، وانهم يحاولوا نحاربوا هذا الفيروس جميعا. المشاركه تاعتنا كجا على اساس اننا نديروا توعيه للمواطنين، على اساس ان لقينا يعني بعض الفتور بالنسبه للمواطنين، عدم ارتداء الكمامه، عدم التباعد الاجتماعي يعني في الشارع، في المقهى، في الحديقه العموميه، حتى في داخل السيارات. داخل السيارات انفسهم كتلقى السائق بدون كمامه، واللجنه اللي حداه بدون كمامه، بمعنى ان كاين مجموعه ديال الفتور. وحنا بالنسبه للدور ديالنا هو دور تحسيسي على اساس ان كنوزعوا كمامات، يعني اللي ما لقيناش عنده الكمامه تنعطيوه الكمامه، وكنزيدوه التوعيه على اساس ان الى شدته السلطه او لبدك الكمامه راه عنده واحد الغرامه ماليه اللي خصو كيخلصها على انه ما دارش الكمامه. بالنسبه للتجاوب الساكنه مع الحمله، وبطبيعه الحال لان التجاوب ديال الساكنه بطبيعه الحال كاين تجاوب من المواطنين، لان الجميع بغى يشارك بطبيعه الحال، الجميع بغى يشارك في هذا الشيء ديال كوفيد، على اساس اننا نحاربوا هذا المرض الخبيث. احنا كنمثلوا المجتمع المدني بمدينه الرشيديه، وكنامنوا بالدور ديالنا في توعيه الناس، وبذلك اليوم فاحنا شاركنا في هذه الحمله التحسيسيه، كنوعيو الناس وكنهضروا لهم على الخطوره نتاع هذا المرض، وداك علاش حيت لاحظنا ان الاغلب يبداو كيستهتروا بهذا المرض، ما بقاوش كيلبسوا الكمامه، ما بقاوش كيديروا اجراءات الوقايه، وبذلك حنا كنفكروهم بطريقه يعني لبقه، والحمد لله ما تلقيناش زعما دي رياكسيون اغريسيف ولا هذا، كانت استجابه مزيانه، والناس فهموا يعني هذه الخطوه النبيله ديالنا، و زعما نامل ان بلا ما يكون يعني شي عامل اكسترن، الناس تفهم من راسها انه ضروري تحمي حياتها، تحمي عائلتها، تحمي الانفس ديالها يعني من هاد لابونديمي اللي خطيره جدا. الوغ اول حاجه كنبغي نشكرك على هذه المبادره هذه، وكنشكر كاع الناس اللي سهرانين على هذا الشيء، وكنبغي نقول المواطنين كاملين يلتزموا بالوقايه ديالهم باش يحافظوا على سلامتهم وسلامه العائله ديالهم والابوين والاطفال بصفه عامه، ويحافظوا على المواطنين الاخرين باش ما يطراش لهم شي اشكال ويضطروا انهم يكونوا في غرفه الانعاش في المستشفى. ايوا الاستهتار ديال الفيروس الكورونا، الناس راه تتوعى بهذه الخطوره ديال الفيروس، راه كتاخذ تقال احتياطات نساء الكمامات، الصابون، التباعد الاجتماعي، اذا انت اللي مدان حاولها تتبعد، محاولها تدوم بوحدهم الخطوره الفيروس لا تقول زاد درعا تافيلات المنطقه الرشيد قال زاد ديك الحالات، اذا نتمنى المواطنين هذا الاحترازيه بجديه، هذا التباعد الاجتماعي، هذا التغمان غير جمع بزاف، هذا التغمان الجرادي، رايت ما غادي يزري ان شاء الله ويدغ الفيروس، غادي يدا كانت لقاح باش نعيط الحاله الطبيعيه ان شاء الله. وجهه نظر الشيني مدن الرشيد يختارون فعلا يدان، وانا عطيت التيني تولي ومدن الرشيد كاع ابدان اثنين تسبقين، هذا تسبقنا بدا سيد على الاحترازيات هذا تحترم، هاك تسلم على درعا تافيلات زيرو حاله يديك لا لا زوار، هاك خصها تغنى عايد على الحجر الصحي، نقبي الحجر الصحي، عايد العيد، عايد عند السفريات، عايد عند الكيران، عايد عند الترونسبور، هاك رجع انت يدغ الحالات شي شويه، عايد انت يدغ ارتقى دائمه الحالات، ولكن اذا نتمنى ان شاء الله يدغ الفيروس هذا يدو باذن الله. بالنسبه للحمله راه الحمله هي مزيانه وتتجي في وقتها، لان كاين التصاعد، كاين المرض دابا ولا كثير شويه، من هذا راه خص الناس يكونوا واعيين، وهذه تتسمى تذكير، هي تذكير، ما الحمله راه بدات من شحال هذه، وهي تذكير، وهذه لهذا الحمله مزيانه وجات في وقتها وفي وقت، والناس خصهم يسمعوا لها وياخذوها بعين الاعتبار، لانه هذا المرض كما قلنا راه ما تنعرفوش فين كاين، ما عرفناش المحل ديالو، ما عرفناش كل اللي تصاب وشكون اللي ما تصابش، لهذا خص بنادم ياخذ جميع الاحتياطات، لبس الكمامه، التباعد، النظافه، يعني كل جميع الاحتياطات وجميع التعليمات اللي تتعطي الوزاره راه خصنا نطبقوها باحسن تطبيق باش نتفاداو هذا
نحاولوا يمكن نقللوا من هذه الإصابات ومن هذه الآفات إن شاء الله الرحمن الرحيم. الوطنية ديالنا الفيروس راه جاي ومازال تيشجل في الاعداد.